أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وجعل بينكم
بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات بسم الله الرحمن الرحيم إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك بك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إن صدق الله العظيم.